السلام عليكم، كيفكم؟ لاباس بخير؟ كنتمنى يكون جميع بخير. كما كتشوفوا هذه الحصه الثانيه ان شاء الله ديال طبانات. الحصه الاولى سبق نزلت لكم، وهذه الحصه الثانيه. الحصه الثانيه حنبدل فيها نوع الطبانات كما وعدتكم. انا كل حصه انا منكم شكل معين، يعني على حسب اشكال كاين طبانات، لان كاين اشكال بزاف. هذه المره غنخدموا مع بعضنا بهذا النوع هذايا، تواكين فيه الالوان عاود بزاف وموجود، والثمن ديالو كيكون هذا ناقص على اخرين، ولكن كيجيو به الاشكال حلوين بزاف. كاين ناس بزاف ما كيخدموش به، ولكن هو كيجي مزيون، عنده موديلات ديالو وعنده فاش كيتخدم. المهم نخدموا مع بعض مشكيلات به. اليوم نبداو مع بعضنا نخدموا طبانات، ونخدموا رقيق مكور. نخدموا طبانه هو عنده جوج جهات، عنده هاد الجهه اللي كتسمى الظهر، وعنده اللي كتكون مغرفه شويه، هذه هي اللي كتكون الوجه. حنا غنخدموها ندخل دابا من جهه الظهر، لانه كتخدم كل مره باش كتخدم. غندخل مثلا عقيقه كره، نعمل طبانه اخرى، ونعمل عقيقه اخرى بكره. غنحاول ندخل غير حدا الطبانه ديالي، بالطريقه غنجي حداها، نعمل عقيقة، نعمل طبانة أخرى، أو ندخل حدا العقيقة اللي عندي أخرى بهاد الشكل هدا، أو نجي حداها ونكمل الدورة كاملة. أنا غنكمل الدورة ونوريكم الوسط. هاهو الشكل ديالنا اللي دورت الدورة. باقي لي وحدة أنا دخلتها كيما الطبانة العقيقة، الطبانة العقيقة. دابا غادي ندخل، شفتو الشكل كيف جا؟ كيجي هدايا معلي، وكيجي ديك الدورة د العقيق مكور كتجي في الوسط. دابا حنا داخل تما غنعملو شي حاجة داخل، كيمكن لك تبان بزاف الحاجة. دابا حنا غنعملو هاد البيرلة، غنعملها بلون مغاير باش تبان لكم. نحاول نعملها بشي لون، مش مشكلة، نبداو في الحمر. هنا تثبت وصافي، نعاودها مرة ثانية أحسن. بهاد الطريقة حنا كملنا الشكل الأول، نمشيو للشكل الثاني إن شاء الله. الشكل الثاني كما كتشوفوا أنا بدلت اللون باش يبقاو يبانو لكم مزيان. غادي نعمل واحد العقيقة بنفس النوع ديال العقيقة اللي كنت خدمت به هنايا. انا عملت ثلاثة، انا عملت واحد بيرلة سمحوا لي، وثلاثة ديال العقيقات مكورين، وغادي نرجع حداهم. غادي نجي لهنايا نفس الشيء، يعني واحد طبانة عملت ثلاثة مكورين، كما كتشوفوا. نجيب لكم بعض الانواع ديال الطبانات. كاين هاد الانواع هادو، هادو ما كيبانوش بزاف في الكرام. كاين هادو، كاين هادو، غنوريكم كيفاش تعملوا تغلفوا هاد الانواع هادو، كيفاش نخدموا بهم الوردات. دابا هادي نفس الطبانه مدوره كبيره بحال هادي، بحال هادي، ولكن هي كتغلف بواحد النوع الثوب عندها خاص، الثوب ديالها اللي كتغلف به. بعد غنوريهم لكم ان شاء الله الحصص اللي ماجيين. كاين هاد النوع هذا بحال هذا اللي كنخدم به هو كبير. كاين انواع بزاف ديال الطبانات، جبتكم فكره بسيطه. كاين بحال هيدا، كاين بزاف الانواع. كاين هاد النوع هذا حتى هو كاين مزيان، النوع هذايا كاين بزاف الانواع. انا نمشي لكم على حسب حصه حصه، كوما راه اختار لكم واحد المجموعه ونخدم لكم بها. نكمل ديالنا، انا غنكمل الدوره ونوريكم كيفاش غنعملوا لها الوسط ديالها. هي انا كملت الدوره، هي الطبانه الاخيره ثلاثة دقيقة ديالي. ندخل هنا في حداهم، غنجي للوسط
نحاول نعملش ها تما، نعمل هاد المرة نحاول نخرج خيط في الوسط. وعادي نعمل لكم طبانة ندخلوها حق هاد المرة، ندخلوها وقفة وعنشبر واحد دقيقة، ونعملوها هنا من فوق سديتوها واحد دقيقة مكورة هيدا، ونعملوها هنا من فوق. بعدين نرجعو بيرلا ديالنا الوسط بهاد الطريقة هادي. هاد الشكيل هذا كيكبر كيبقى على حسب تينا فاش غتعملو، إما كتخدمو هيدا صغيورين يجو مفرقين، أولا كتبقى تزيد في المساحة لأن يعني الوردة تينا اللي كتحكم فيها. أنا هنايا هاد الدويبرات اللي كنعمل اللي كنخدم بيهم بقيت على نفس القياس اللي كنت خدامه به في الاول، لكن نتوما تشوفوا على حسب فاش غتخدموا هاد الانواع بحال هادايا. انا ما نتقل ان شاء الله عاود لهاد التشكيل هذا ونوريكم بعض شنو نعمل. هاد التشكيل هذا كما كتشوفوا غادي نجيب طبانه غندخلها هاد المره على الوجه، غادي نجيب اخرى فوق منها من ده غندخلها على الوجه، غادي نجيب اخرى فوق منها غندخلها على الظهر، غنعمل واحد لقيقة مكورة بهاد الطريقة. هنايا طبعا تشوفو هما كتشوفو كاين الفرق إلا لقيتهم كاين كيبقى بيناتهم مسافة. عاود نجيب لون آخر، غادي نعمل عاود على الظهر وغنعمل آخر على الوجه، وغادي نزيد له ثلاثة ديال جوج لقيقات مكورين وغندخل حنا حداها. ملي كندخل هي كتعلى هيدا بهاد الشكل هذا بوحديتها. عاود نجي حداها عاود نفس الشيء، ندخل واحد الطبانه على وجهها وحده على ظهرها، نعمل واحد العقيقه مكوره، عاوتاني كنجي لهنا عاود نفس الشيء، ندخل على الوجه ندخل على الظهر ونعمل جوج العقيقات مكورين. غادي نجي وندخل حدا اخرى، وانا مشى حتى نكمل الدوره ديالي عاد نعمر الوسط. انا نكمل الدوره ونوريكم شنو انا في الوسط. كما كتشوفوا هو الشكل انا ساليتو، دابا دخلت الخيط في الوسط عاد دخل واحد البيرلا عاديه هنا في الوسط. غادي تجي معليه شويه، كتبقى البيرلا هذه ما كديش شي حانيه في القاع، يعني غادي توقع في داك العقيق اللي عملناه من داخل، غادي نخليها لنا عاليه شويه بهذا الشكل. ننتقلوا لفكرة أخرى، نحاول نشوفوا شكل أخر. هذا غادي نعمل جوج لقيقات مكورين واحد طبانة، وغنعمل عاود جوج لقيقات مكورين نفس القياس اللي عملت في الأول في المرة الأولى والمرة الثانية. غادي نرجع عاود حنايا حداها، هادي كتجي طبانة واقفة مكتجيش ناعسة بحال هادوما، هادو كيجيو حاليين هادي كتجي واقفة. عاود نجي حداها بالحق هنا، نحاول نخلي يدي قريب ما نبعدش المسافة، يعني نبقى يدي مداخل. نعمل عاود جوج لقيقات، نعمل واحدة مزرة ونعمل جوج ديال لقيقات، عاود ندخل قريبة لقيقة لي عندي لخرين. عاود نجي لهنا ملي ندخل يدي نحاول نبقى قريبة، عاود نفس الشي جوج ندخل قريبة الأخرى اللي عندي، ندخل قريبة ونكمل الدورة. أنا نكمل الدورة ونوريكم الوسط شنو نعمل فيها. كما كتشوفوا أنا كملت الدورة كاملة، كما هادي كيفاش كتجي واقفة. هاد الشكيلات بحال هادو مكيتحتاجو بزاف، كيتحتاجو خاصة في اللباسي لا العصارين ولا الكبارين، كيفاش كنعمرو بيهم بعض المقاطع مثلا كتكون عندنا أشكال كبارين كنبقاو نعمرو هيدا بيهم. ديك المسافات اللي كيبقاو لنا ما كنجبرو ما نعملو فيهم أولا بزاف الحاجات كيمكننا نخدمو فيهم هاد الأشكال هادوما. مع إن شاء الله غنخدم لكم نوريكم فاش غنخدم لكم هاد الأشكال دابا هادوما اللي غنخدمو مع بعضنا.
هذه هنا دابا في الوسط ما نعملهاش هي هيدر بيرلا كبيره، ولكن عادي بالعكس نعمل الاستيتوين باش يعمروا لي ديك الخوه بطريقه اخرى. غنشبر بيرلا تايدا، انا اخترت اللون المغاير باش يبان لكم. غادي نعمر ديك الوسط اللي عندي هنايا يبقى خاوي، عاود نجي مفرق يعني غير نحمر وصافي ديك الخوه، غنجيب اخرى عاود نعمر. نتمنى يكون هادشي واضح، سمحوا لي بزاف حيت تبارك الله الشتا ما كاينش الضو مزيان، ان شاء الله الضو عليا كيبان لي الخيال ديال التليفون هنايا. اللي ما واضحش يقولوا لي في التعليق، وانا ان شاء الله نعاود لكم الشرح الا ما ظهرت لكم شي حاجه مزيانه، اولا الا كان شي واحد قلت شي حاجه وما فهمهاش مزيان يكتبها لي في التعليق وانا نعاود لكم الشرح ديالها. نزيد وحده هنا في الوسط وهذا التشكيل، هذا شفتي التشكيل جا حليلو، هذا يمكن لي نعمل به بزاف الحاجات، يمكن لي نخدم به خاصه لبسه اليسارين كيطلعوا بهذه الاشكال بحال هكذا، والحسب اللون اللي عندي كيجيو مزيونين بزاف. ننتقلوا لشكل اخر، نعملوا مع بعضنا الشكل الاخير ديال الحصه اليوم. انا كنحاول نبدل لكم الالوان طبانات باش يبانوا لكم الاشكال اللي كنعملوا هنا. انا عمل هاد الطبانات هادو اللون بحال نفس اللي عندي هما اللون مفتوح. غنخرجوا على الدائره اللي رسمين، ما ندخلوش في الخط اللي كنخدموا دائما، خدمنا في هذا الخط هذا اللي خدمنا اللي عملنا ديال الطبانه اللي عملنا لها الدوره اللي عملنا هنايا، هذه المره لا غادي نخرجوا عليه وغنعمل واحد الطبانه وغنعمل هاد البيرلات هادو مستيتوين ولا لقيق مكور. هاد حالي هادو بيرله صغيره انا عملنا من الفوق نثبت بها ديك الطبانه، عاود نجي حداها عاود نبقى خارجه على الدائره عاود نعمل وحده ونعمل بيرلا بهذه الطريقه وانا ماشيه حتى نكمل الدوره. ملي كملت الدوره ديالي هنايا شبرت عاود زيت نفس الطبانات اللي خدمت بهم، عملت وحده عملت واحدة بيرلا حق هاد المرة كندخل حدا ديك الطبانة ديالي كنعطي خاصها تبقى لي هيدا واقفة، عاود نجي بين خوا كل ديال جوج البيرلات الخوا ديالهم كنعمل واحدة الخوا تجي جوج طبانات كنعمل واحد طبانة كنعمل بيرلا. هيدا خصهم يجيو هيدا مدخلين بعضهم كيجيو واقفين، نكمل الدورة كاملة كما شفتو. أنا كملت الدورة الثانية كاملة، دابا غنعمر القلب ديالها، غنخلي نفس البيرلات اللي عندي هنايا غادي نعمر بهم بحال اللي عمرت هنايا، غنبقى غير ندخل ونعمر ديك الخوة اللي عندي تما. غنحاول نعمر مزيان منخليش الخوة غادي يجيو فوق بعضهم كيجيو ينعمر، كنزيد طبقه اخرى من الفوق باش كيجيو مخرجين كيجي المنظر ديالهم مزيان. ملي كملت نتاح دابا غنزيد من الفوق غنزيد نعمر ندير الحواشي. كما كتشوفوا كنحاول نعمر مزيان حيت خصني يجيني مخرجه لي من تما، يجي من داك البيرلات اللي عملنا هادو يجوني طالعين مخرجين. كنحاول نشوف اي خوا بقى لي فشي موطا، كنحاول نعمر بحال هنا باقي لي وحده نزيد وحده هنايا، وهيدا نكونو سالينا الحصه د اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا واجبكم الافكار اللي عملت لكم، وان شاء الله الحصه اخرى
يكونوا عندنا افكار اخرين جدادين. وشكرا للتتبع ديالكم، والله يدوز هاد الايام بخير وعلى خير ان شاء الله، وخليكم بخير وعلى خير. والسلام عليكم.